وهي عندنا المعمولات خلصوا، شايفين المنظر ما احلاه طالع. وهي عندي معمول التمر، معمول الفستق والجوز بعد ما شكلتهم. كيف طلع؟ بسم الله. وهي معمول التمر، شايفين المنظر ما احلاه طالع. هي عندنا الجوز، هيك عجينة الفستق المضبوطة. من أكثر السؤالات اللي بتنسأل بالتعليقات، أول سؤال ليش تتشقق معنا عجينة المعمول؟ وثاني سؤال ليش بتروح رسمة المعمول من فوق؟ وثالث سؤال ليش بيطلع معنا المعمول قاسي؟ في كتير سؤالات تنسأل كمان غير هاي. أنا رح أحكي بهذا الفيديو عن كل الملاحظات اللي بتشمل المعمول. هلا أول سؤال، تشقق المعمول بيجي من الجو اللي أنتوا عم تشتغلوا فيه، يعني لازم المكان اللي عم تشتغلوا فيه يكون بارد، هاي أهم شغلة. ومثل ما قلت لكم بالفيديو، عجينة بعد ما بتحشوها للحشوة بتدعكلوها بعدين تحطوها بالبراد. إذا ما حطيتوها بالبراد راح تتشقق معكم. ليش؟ لأنه نحن عم نشتغل بمكان سخن، تاني شيء الإيد عم تكون سخنة، فلهيك أهم شيء بعجينة المعمول تكون باردة. هاي نقطة كتير مهمة. بالنسبة للي عم يطلع معه المعمول قاسي، يطلع معك المعمول قاسي لأنه الفرن عندك بيكون واطي، والمعمول أخذ أكثر من وقته بالفرن. فأهم شغلة بالمعمول يكون الفرن حامي، يعني درجة حرارة 250 تقريبا، ولازم يكون محمى قبل ثلث ساعة. المعمول إذا أخذ وقت طويل بالفرن رح يقسى معكم. وبالنسبة لرسمة المعمول من فوق، في كتير ناس بتروح رسمة المعمول اللي من فوق. أهم شغلة لرسمة تكون العجينة باردة مثل ما عملت لكم اياها بالضبط، نفس مشكلة التشقق بالضبط، يعني لازم العجينة تحشوها وتكوروها وتحطوها بالبراد لمدة ربع ساعة، مشان تبرد عند العجينة وتعطيني رسمة حلوة. أنا عم أعطيكم نصائح أهم من الوصفة نفسها. أي حد عنده استفسار أو سؤال يكتب لي بالتعليقات وأنا برد عليه إن شاء الله. هلا أول شيء بدنا نبلش فيه بنسمي بسم الله. عندي ميزان حطيت عليه الجاط وصفرته، بدي وزن نص كيلو طحين مع نص كيلو سميد. وبدي اعير لكم اياه بالاكواب المعياريه. هاي حطينا اول كوب، وهي ثاني كوب، وهي ثالث كوب، وهي رابع كوب، وتقريبا شي ربع كوب، يعني اربع اكواب وربع طلعوا نص كيلو طحين. هلا بدنا نحط السميد، كمان نص كيلو سميد. هاي حطينا اول كوب، وهي ثاني كوب، طبعا الاكواب مسح لازم تكون، وهي الثالث كوب، وهي حطينا كمان نص كوب طلعوا 450 جرام، وهي كمان نص كوب هيك 500 جرام. هيك حطينا نص كيلو طحين ونص كيلو سميد بالضبط، طلعوا 4 اكواب وربع طحين و4 اكواب سميد بالضبط. وهلا بدي احط لهم محلب، انا جبت محلب حب وطحنته بايدي، هيك بيطلع نكهته اقوى. حطيت تقريبا معلقة كبيرة من المحلب. هلا بدي اخلط السميد مع الطحين مع المحلب مشان نخلطه بشكل منيح قبل ما نحط السمنة. انا عندي هون 450 جرام من السمنة، سمنة حيواني او سمنة نباتي اللي متوفر عندكم، بيطلعوا كوبين وربع بالضبط. بدي احط عليهم 50 جرام من الزيت النباتي، الزيت بشد العجينة وما بيخليها تفرط. هلا بدي اعجنهم بشكل منيح حتى يصيروا عندي مثل الزبده. هلا بعد ما شبكنا الطحين مع السمنه مع السميد، شايفين كيف هيك صارت عندنا بهذا الشكل. هلا بنفردها بهذا الشكل، بنحطها بالبراد لمده ساعتين او ثلاثه، واذا بتتركوها لتاني يوم بكون افضل، هيك بترتاح معكم العجينه بشكل منيح. هلا بعد ما ريحت العجينه لمده 3 ساعات بالبراد، شايفين كيف صارت محجره. هلا بدي فكفكها عن بعضها، شايفين كيف اسيت صارت شقفة واحدة. هلا لازم نرجع نعجنها من اول وجديد حتى ترجع عنا طرية مثل الزبدة. هلا بعد ما صارت عندي بهذا القوام، شايفين كيف صارت، رجعت عجينة من اول وجديد. نرجع بنعملها هيك باصابعنا هلا مشان نشربها التتبيلة. عندي هون كوب حليب سائل وزنه 200 جرام. بسم الله. او اذا بدكم تحطوا مي عادي ما في مشكله. وكوب سكر كمان وزنه 200 جرام. بدي احط لهم معلقتين كبار من القطر السميك، شايفين هذا القطر، او اذا عندكم عسل كمان بيزبط. هلا نحرك السكر مع الحليب مع القطر، ندوب السكر بشكل منيح، نجيب العجينه بنضيف عليها السكر والحليب والقطر. بسم الله.
ولا من شرب العجينة تشريب. شايفين كيف بهذا الشكل؟ يعني ما بدنا نعجن هيك عجن عشان ما يتفاعل عندنا الجلوتين اللي جوا الطحين، لانه اذا تفاعل بصير عندكم عجينة بيتزا. هيك العجينة عندنا جاهزة، شايفين كيف صار قوامها؟ هيك لازم تكون العجينة. انتوا رح تلاقوها طرية شوي، بس هي بس ترتاح هلا نص ساعة تجمد معكم لحالها. هلا اذا الجو بارد عندكم تخلوها مكانها تشتغلوا فيها بعد نص ساعة حتى يتشرب السميد وطحين السوائل اللي حطيناها، واذا الجو حامي عندكم تخلوها بالبراد كمان نص ساعة بعدين تشتغلوا فيها. نعمل مع بعض الحشوات. عندي هون عجوة تمر، وعندي هون جوز عين جمل، وعندي هون فستق حلبة. هلا اول شيء بدنا نعمله بدنا نكسر الجوز والفستق. بنجيب كيس ونفضي الجوز بقلبه، هلا بنكسره بهذا الشكل. يعني بس نشفتوا الحبة صارت ربعة خلص وقفوا. بنجيب صحن مثل هاد ونفضيه بالصحن. نجيب كيس ثاني للفستق، فستق فيه. الفستق انا جايب نوعية ممتازة، شايفين كيف؟ يعني نخب اول. كيف تعرفوا انه الفستق الحلبي منيح؟ من لونه، من اللون الاخضر الغامق. هلا بتلاقوا بالاسواق لون اخضر بس فاتح، هداك درجه ثانيه، هذا درجه اولى. افتح لكم بالنص وفرجيكم كيف، يعني حتى لون الحمار بتلاقوه اغمق، شايفين من جوا كيف لونه؟ اخضر غامق. بنضغطه بهذا الشكل. الفستق اقسى من الجوز فبياخذ معكم شويه وقت، كمان نفس الجوز ما بدنا نكسره كله. اذا عذبكم بالشوبر بتجيبوا شاكوش مثل هذا وبتدقوا، وهيك عند الفستق جاهز. شايفين كيف صار؟ يعني حبه مكسره وحبه نصها وحبه ربعها، ما لازم تكسروا اكثر من هيك، شايفين؟ لانه نحن بدنا نعجنه هلا كمان. عندنا الفستق وعندنا الجوز. بدي احط لهم تقريبا شيء 3 معالق كبار قطر. هون 3 معالق. لازم يكون القطر سميك مشان يمسك معكم. هلا نبلش دعك. بسم الله. خلي يكون عندكم في صحن فايش مشان تعرفوا تعجنوا فيها. لازم الفستق ينعجن بهذا الشكل. اذا ما عجنتوه بهذا الشكل راح يفرط معكم قرص المعمول. شايفين كيف شبك معي الفستق؟ شايفين كيف القطعة مسكت معي بهذا الشكل. خيار القطر ممتاز، يعني 3 معالق لوقيت فستق. وزن الفستق هذا وقية، يعني 250 جرام. بدي اضيف عليه تقريبا شي معلقة كبيرة ماء زهر. معمول فستق ومعمول الجوز الماء زهر هو اللي بيجيب طعمتهم. بدي احط لهم تقريبا بهذا الحجم سمنة، ما تكتروا سمنة عشان ما يفرط المعمول معكم. هلا بدي ارد اعجن فيها حتى تتماسك معي. شايفين كيف شبك معي الفستق؟ هيك ممتازة. ناخذ قطعة ومنشكلها بهذا الشكل. شايفين ما احلاها؟ هيك عجينة الفستق المضبوطة. هلا نبلش بالجوز، اخر شيء حط الماء زهر والسمنة. هلا بعد ما شبك عندي الجوز بهذا الشكل، شايفين كيف صار؟ مثل العجينة. اخر شيء بنحط الماء زهر. تقريبا معلقة صغيرة سمنة. ما تكتروا سمنة. عندي هون كيس عجوة وزنه تقريبا شيء 800 جرام. طبعا اي مطيبات بتحبوها بتحطوها. انا بدي احط عندي هون معلقة صغيرة شمرة. وفي ناس بتعمله مثل ما هو بس تحط قطر وسمنة. وبدي احط له كمان معلقة صغيرة ينسون حب. وبدي احط له تقريبا كمان شيء 3 معالق قطر. راح تستغربوا هلا اني حطيت قطر مع التمر. القطر هو اللي بحافظ على المعمول. هلا بدي اعجن بهذا الشكل. طبعا في ناس بتحط هيل ناعم كمان بجيب طعمته الهيل الناعم، بس انا ما عندي. هلا بنحط له السمنه. حطينا له تقريبا شيء معلقه ونص كبار من السمنه. السمنه اول شيء بتعطيه طعم، وثاني شيء بيسهل علينا الشغل، يعني ما بخليه يلزق معنا. بضل لما اجينا هلا حتى تتماسك عندي. ايش كنت لا حسيت عم تلزق كمان شوي، بنرجع نحط لها شويه سمنه، يعني اقل معلقه كبيره. وهي التمر عندي جاهز، شايفين ما احلاه صار؟ يعني لا بيلزق ولا شيء. هلا بعد ما ارتاحت عندي العجينه لمده نص ساعه بالبراد جمدت شوي، شايفين كيف؟ عشان اعرف اشتغل فيها. هون انا كورت عندي الفستق والجوز والتمر بهذا الشكل. لازم تكوروهم مشان ما يفرط معكم. وعندي هون 4 قوالب. القوالب ضروري جدا تجيبوها اصليه، يعني مثل هذا. انا عندي هدول 2 مو اصليين، بس هذا عندي اصلي، هذا للفستق. بيجي تقيل، وزنه تقيل كمان.
هلا باخذ شوي بهذا الشكل وبحطهم هون عندي، برجع بعجنهم بشكل بسيط، ما بدنا نكتر عجن مشان ما تسخن معنا، عشان نعرف نشتغل فيها. بس هلا بناخذ قطعة صغيرة، يعني القطعة لازم تكون على قد الحشوة، ندعكلها بهذا الشكل، نفتحها. هلا بنحشي التمر بهذا الشكل، شايفين كيف العجينة خيالية طالعة معي. بعد ما كورتهم بهذا الشكل بدي احطهم صينية، ما بدي اشكلهم هلا، لازم احطهم صينية مثل هاي مشان بردهم. والفستق كمان نفس الشيء، لازم نرقق هاي العجينة، بنجيب قطعة فستق للنص وبنلفها بهذا الشكل. مندعبلها او مندعكلها، وهيك عندنا جاهزة، نحطها جنب اختها. هلا مكمل الباقي. هلا بعد ما كورتهم بهذا الشكل، شايفين كيف صاروا، هلا بدي احطهم بالبراد لمدة ربع ساعة. هاي شغلة كتير مهمة مشان تطلع معكم الرسمة مرسومة 100%. هلا بعد ما ريحتهم بالبراد قسي الوجه شوي، هذا المطلوب، هذا السر الوحيد بخلي الرسمة تطلع معكم مثل ما هي تماما. انا عندي هون فستق الحلبة وعندي هون التمر، التمر صغير والفستق الحلبي كبير. هلا بنجيب شوية طحين بإيدنا هيك، شايفين شلون؟ بنحط بقلب القالب بهذا الشكل، شايفين؟ وبندقه عشان ما يضل عندنا طحين، شايفين كيف؟ بنجيب حبة المعمول نحطها هيك بالنص وبنضغط عليها بهذا الشكل، ما بدنا نضغط كتير، شيء إنه بس بحيث إنه تطلع رسمة، بندقه بهذا الشكل. بسم الله، شايفين كيف طلع؟ بسم الله ما شاء الله. بنصفهم بالصينية، وهذا القالب الثاني تبع التمر كمان نفس الشيء، شايفين كيف؟ يعني يا دوب اخذ طحين. هلا بناخذ حبة التمر، الوجه لازم يكون على القفا، شايفين كيف؟ الوجه هذا لازم تقلبوه قلب، بنضغط بايدنا بندقها دقة واحدة، شايفين ما احلاها طلعت؟ بتشهي القلب. هاي عندي معمول التمر، معمول الفستق والجوز بعد ما شكلتهم، شايفين كيف صار منظرهم احلى؟ بسم الله ما شاء الله. هلا بدخلهم على الفرن، انا مشغل الفرن قبل نص ساعه من فوق ومن تحت. الفرن من تحت على درجه حراره 250، من فوق شغال الشمعه. اللي ما بيشتغل عنده الفرن من فوق ومن تحت بيشغل اول شيء من فوق، بيحمر الوجه لمده 4-5 دقائق، بعدين بيشغل من تحت، هيك بتضمنوا انه الرسمة ما تروح من عندكم. وهي بعد ما طلعناهم من الفرن، بيشهوا القلب ولا ما بيشهوا القلب؟ شوفوا الرسمة كيف ضلت مثل ما هي، مثل كأني منزله من القالب. وهي عندنا المعمولات خلصوا، شايفين المنظر ما احلاه طالع؟ بسم الله ما شاء الله. هاي كل حبة بحبتها، شايفين ما احلاه؟ هي رح نقسم قطعة هلا قدامكم، فرجيكم الحشوة والمعمول كيف طالع. بسم الله، شايفين المعمول على أصوله، شايفين من جوا كيف مستوي؟ بسم الله ما شاء الله، طالع خيالي. هاي معمول التمر، بسم الله، شايفين منظر ما احلى طالع؟ بسم الله ما شاء الله. هاي عندنا معمول جوز، بسم الله، شايفين منظر ما احلى طالع؟ هاي عندنا الجوز وعندنا التمر وعندنا الفستق.